اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء، لقاؤنا يتجدد بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. نرحب في هذه الحلقة بضيفنا الدكتور علي الحاج علي، دكتوراه في الفقه المقرن. حياكم الله دكتور، أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين. حياكم الله دكتور. في هذه الحلقة نجيب على عدد من الأسئلة والاستفسارات التي أرسلها المشاهدون. نبدأ بالسؤال الأول، تقول السائلة: هل أقضي رمضان أولا أم أصوم الستة من شوال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخت الكريمة، إن هذا الموضوع فيه أكثر من رأي عند أئمة الإسلام، فيقول الشافعية والحنابلة وصاحبي الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القضاء على الوداع، فإن كان عليك شيء من رمضان فتقضي أولا ثم تصومي الست من شوال. ويقول آخرون أنه لا بأس بقضاء بعد الوداع، ولكن أنا أنصحك إذا كانت المرأة نفس في رمضان واستمر النفاس طيلة رمضان، فإن إذا بدأت بقضاء رمضان فإنه يستغرق شوال كله، وبالتالي يخرج شوال ولا تستطيع أن تودع. صحيح. فتبدأ في هذه الحالة ب الوداع بستة من شوال ثم تقضي شهر رمضان. وكذلك الرجل إن كان مسافرا أو مريضا فأفطر فإنه يقضي أولا ثم يودع. إن كانت هناك فسحة في شوال، إن لم تكن هناك فسحة في شوال يبدأ بالقضاء. جميل. فيعني الحائض والمريض والمسافر غالب الحال أنه لا يستمر سفره ومرضه وحيضها طيلة شهر رمضان. صحيح. إنما هو جزء من رمضان. صحيح. ولذلك يبدأ بالقضاء ثم يودع. يؤدي ما عليه أولا أفضل، يقضي ما عليه ثم يصوم الست من شوال، إلا في حالة المرأة النفساء التي يستغرق نفاسها كامل رمضان. صحيح. فإنها تبدأ بالوداع ثم تقضي رمضان. جزاكم الله خيرا دكتور. سائلة أخرى تقول: شعرت بالجوع والتعب الشديد أثناء صيام الست من شوال فأفطرت، ماذا يترتب عليه؟ لا يترتب عليها شيء، لأن المتطوع أمير نفسه. روت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها يوما فقال: أعندكم شيء؟ قالت: لا يوجد عندنا شيء. فقال: إذن أنا صائم. ثم جاء يوم آخر فقالت: يا رسول الله، قد أهدي إلينا طعاما. فقال: أرنيه. فأكل منه. قال: وأنا كنت صائم. إذن لا يترتب على المتطوع إذا أفطر شيء، لكن يستحب له قضاء هذا اليوم إذا يعني أفطر بلا داعي. فلا بد من القضاء عند الإمام أبو حنيفة، أما عند جمهور العلماء ليس عليه قضاء. واستدلوا بحديث أبو الدرداء: جاء سلمان يزور أخاه أبا الدرداء فلم يجده، وجد امرأته أم الدرداء فقال: أين أبا الدرداء؟ قالت: إنه يأتي بعد قليل. فوضعت له طعاما فلم يأكل، فجاء أبو الدرداء فقال: لماذا لم تأكل؟
قال لا آكل حتى تأكل معي، فأكل أبو الدرداء. فذهب أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما حدث مع سلمان، فقال النبي صادق سلمان. إذن يستحب للإنسان الصائم نفلا إذا دعي على وليمة عرس أو جاءه ضيف أو حصل له تعب، يستحب له أن يفطر ولا حرج عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سائلة أيضا تقول نذرت أن أصوم شهرا لله، لا أريد الصيام، فهل يحق لي أن أتصدق بمال عوضا عن الصيام؟ أولا أصل النذر ابتداء هو مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من النذر. لماذا؟ لأنه يمكن أن لا يستطيع المسلم أن يفي بنذره. جميل. وجعله علامة على البخل. صحيح. ومن ينذر وجب عليه أن يفي بنذره. فإذا كان قادرا على الصوم فليصوم، لأنه لا سبيل له، فقد أوجب على نفسه الصوم فأصبح واجبا أداء والالتزام بالأداء. لكن إذا كان في وقته لا يستطيع لمرض أو سفر أو شيء من هذا، فإنه يؤخر القضاء حتى يصبح مستعدا للصوم. أما إن كان مرضه دائما ولا ينتهي مثل الأمراض المزمنة، صحيح، فإنه يستطيع أن يفدي فدية وردت في القرآن الكريم كما قال الله تعالى ففدية من طعام أو صدقة أو عتق رقبة. يعني يستطيع أن يفدي إذا كان مرضه مزمنا ولا يبرأ منه. أما إن كان مرضه طارئا أو سفرا طارئا أو شيء من هذا فيجب عليه الإيفاء منه. لكن دكتور هنا في هذه الحالة تقول لا أريد الصيام، يعني كلمة لا أريد لا تعني بالضرورة أنها يعني غير قادرة على الصيام، ربما تستثقل الصيام لذلك أو تكره الصيام. لذلك قلنا أنه يجب عليها الوفاء طالما أنه لا يوجد عذر شرعي كما ورد في القرآن الكريم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر. إذن هذه أسباب مبيحة للصائم في رمضان أن يفطر، وكذلك النذر، فالنذر واجب كرمضان. إذا أوجب الإنسان على نفسه نذرا فيجب الوفاء عليه كما هو صوم رمضان. فلا يجوز لها أن تقول لا أريد الصوم. لماذا ألزمت به نفسها ابتداء؟ طالما ألزمت به نفسها فوجب عليها الصوم، إلا إذا كانت معذورة حسب الأعذار التي ذكرها القرآن والسنة. أحسن الله إليكم. دكتور، سؤال يقول صاحبه ورثة غير قادرين على سداد دين مورثهم، فما هو الحل؟ سداد الدين في الأصل يكون من تركة الميت. فإذا كان على الميت دين يقضى دينه من تركته قبل توزيع التركة للورثة. دكتور، هذا قضاء أم ديانة؟ هذا ديانة وقضاء. ديانة وقضاء. إذن هم ملزمون ابتداء. هم ملزمون بسداد الدين من تركة المتوفى. جميل. أما إذا كان المتوفى لا تركة له فهم غير ملزمين بإيفاء الدين عنه شرعا. لكنه يستحب لهم مؤكدا أن يدفعوا دين هذا الرجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الميت معلق بدينه حتى يقضى. الله. فمن البر بهذا الميت أن يقضوا دينه. ولكن في الشرع ليسوا ملزمين أن يخرجوا دينه إذا لم يكن في ماله الذي تركه ما يسدد دينه. كالوصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن يوصي وصية دين يكون مدانا، يعني عليه دين مالي، فقبل أن يوزع ماله الذي تركه يقضي الدين
يؤدوا الوصية، لكن الوصية بحدود ثلث المال فأقل، فإذا كانت أكثر فغير ملزمين إلا إذا رضوا. إذا الوصية إذا زادت عن ثلث المال لا تنفذ إلا ثلثه، وما تبقى الزيادة فتنفذ برضا الورثة. جزاكم الله خيرا. دكتور، سائلة تقول: هل تصح صلاتي بثوب مسه كلب؟ في الحقيقة هذا فيه اختلاف كبير على ثلاثة أقوال. القول الأول قال به الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة بأنه نجس العين، الكلب نجس العين، وبالتالي ظاهره وباطنه نجس. القول الثاني أن الكلب طاهر، وهذا مذهب المالكية. والثالث قول الثالث والأخير وهو أعدلها حقيقة، وهو قول الإمام أبي حنيفة ومعه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا ظاهره طاهر وباطنه نجس. وعلى هذا أنا أميل إلى هذا الرأي وأرجحه. لماذا؟ لأن الأصل في التحريم لا يكون إلا بنص. جميل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ولغ طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. والولوغ أن يدخل الفم في الماء، أن يدخل لسان، أن يدخل الكلب فمه في الماء. فسؤر هذا الكلب يعني فضلة الماء تنجس الماء. من أين جاءت هذه النجاسة؟ من لعابه. اللعاب نجس يخرج من داخل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بهذا الحديث أن النجاسة تأتي من الداخل وليس من الخارج. وبالتالي إذا كان مس هذا الكلب لملابسك أيتها الأخت الكريمة المستمعة مسا جافا عن طريق شعره أو جلده، فلا حرج عليك ووضوءك صحيح وصلاتك صحيحة. أما إذا كان المس مسا رطبا عن طريق اللعاب أو الدم أو البول أو العرق أو اللحم أو أي شيء سائل من جسد هذا الكلب، فإنه لا بد من غسل مكان المس 7 مرات، أولهن بالتراب ثم تصلي بعد ذلك. جزاكم الله خيرا دكتور. سائل يقول: شركة ألبسة لديها تخفيضات على منتجاتها، هل يجوز لمن يشتريها أن يبيعها بسعرها الأصلي، أي بالسعر المرتفع الأساسي؟ نعم، الشركات عادة تعلن عن تنزيلات في أسعار بضائعها، إما للترويج أو للتصفية أو لأي سبب تجاري آخر. فهذا اختيار مالك البضاعة، ليس عليه قسر أو جبر، هو اختار أن ينزل أسعار هذه البضاعة. فجاء شخص اشترى سلعة من هذه السلع أثناء التنزيلات فاشتراها بأقل من ثمنها في السوق، وهذا برضا الطرفين البائع والمشتري، والبيع لابد ليكون برضا من البائع والمشتري. وبالتالي بعد أن اشتراها أصبحت في ملكه وحاز هذه السلعة. إذا أراد أن يبيعها فله الحق أن يبيعها بسعرها الأصلي قبل التنزيل أو أكثر أو أقل، لأنه عقد جديد والعقد شريعة المتعاقدين. والناس يتاجرون من أجل الربح، فلا يمكن أن يشتريها 50 ثم يبيعها 40، فإن الإنسان إذا أراد التجارة أراد الربح. ولكن على هذا التاجر أن ينتبه إلى أن ربحه لابد أن يكون معقولا، فلا يكون ربحا فاحشا، لأن الربح الفاحش يدخل تحت باب الاستغلال. جزاكم الله خيرا دكتور. اسمح لنا بفاصل ثم نواصل حلقتنا معكم، حياكم الله أعزائي المشاهدين. فاصل قصير ثم نعود إليكم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم
أهلا بكم مشاهدينا في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. نرحب من جديد بضيفنا الدكتور علي الحاج علي، دكتوراه في الفقه المقارن. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله. نواصل الإجابة عن أسئلة المشاهدين. دكتور، تقول السائلة: عيني اليمنى يختلف شكلها عن اليسرى، فما حكم إجراء عملية تجميلية لإصلاح الخلل ومطابقة الشكل؟ في الحقيقة هذا سؤال يحتاج إلى توضيح. تقول عيني اليمنى مختلفة عن اليسرى، مختلفة في ماذا؟ في اللون، في الشكل، في الحجم، هل بها تشويه؟ لا بد من توضيح السؤال. لكن أقول بالجملة أن عمليات التجميل تنقسم إلى نوعين: مشروع ومحظور. أما المشروع فكل عملية تستهدف إصلاح خلل في الخلق أو تصليح تشويه وقع بسبب حادث أو حرق أو سواه. إذن هذه يحق للمسلم أن يجملها ويخضع لعملية تجميل ليعيدها لأصلها كما خلق الله تعالى، أو لما يقرب من ما كانت عليه. أما التجميل من أجل الحسن والتغيير الشكلي فهذا لا يجوز، لقول الله تعالى على لسان إبليس: لأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الله أكبر، هذا المقصود بهذا؟ هذا من تغيير الخلق. فإذا أرادت المرأة، هل هو المقصود دكتور بهذا الكلام فليغيرن خلق الله؟ المقصود بهذا الكلام أنه يتدخل الإنسان في الخلق ليغير هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل بالتكبير أو بالتصغير أو بتغيير اللون أو بتغيير الشكل، وهذا يفعله بعض الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات، يخضعون لعمليات تجميل بشد الوجه وبتغيير الأنف وبتغيير الشكل وهكذا. هذا كله من باب العمليات التجميلية المحرمة، لأنه هذه لا غير مشروعة، لأنه لا داع لها، فهو من باب وسوسة الشيطان في تغيير خلقه. دكتور، يعني ألا يكون من باب التجمل؟ يعني مثلا قد تتجمل المرأة لزوجها، ألا يدخل في هذا الباب؟ التجمل له شيء آخر. تجمل المرأة لزوجها بموافقة زوجها لا بد أن يكون ضمن الأطر والمبادئ العامة لعملية التجميل. فإذا كان لمجرد التجميل فهو ممنوع، وإذا كان لتحسين الشكل للزوج فهذا يتجاوز عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، يعني النساء التي تغير في أشكالهن، هذه ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. لذلك أيها الإخت الكريمة، إذا كان في عينك شيء يضرك في الشكل ويؤثر على نفسيتك أو يؤثر في نظرة الناس إليك، فلا مانع من إجراء عمل جراحي لإصلاح هذا التشوه. لكن إذا كان خلقا طبيعيا لكنه مقبول وليس فيه تشويه، لا يحق لك في هذا أن تتدخلي بالعمل الجراحي. وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى في هذا منذ زمن طويل، فحصر المشروعية بالضرورات والحاجيات، أما التحسينيات فجعلها ممنوعة. دكتور، باختصار، الضرورات والحاجيات ما الفرق بينهما؟ الضرورات الذي لا يستغني عنها الإنسان. جميل. والحاجيات التي غالبا لا يستغني عنها. أما التحسينيات فهي من باب التجميل. التجميل فقط. هذه يستغني عنها ولا حاجة. من باب هذه يستطيع الإنسان يستغني عنها تماما. فهذه ممنوع الاقتراب منها، لأنه تدخل تحت الحديث النبوي الشريف الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا كله تغيير في الجلد وفي الشعر وفي الخلق من أجل الزينة، هذا ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأخت الكريمة السائلة هي تعرف إذا كان حال عينها من أجل التجميل فقط فهذا ممنوع، وإن كان فيه تشويه
فهذا مسموح ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. دكتور سائل يقول: شخصان تزوجا بعقد رسمي في تركيا ثم لجأ إلى الطلاق في محكمة مدنية، لكن الزوج لم يتلفظ باليمين، الآن يريدا الرجوع لبعضهما، فهل يجوز لكونه لم يتلفظ أو لم يأتي بألفاظ الطلاق؟ لم يتلفظ باليمين، هنا لا يوجد يمين، هنا يوجد لفظ الطلاق. نعم. إذن هو لم يتلفظ بلفظ الطلاق. نعم. أقول لهذه الأخت السائلة أنه الأصل في الطلاق هو اللفظ، سواء كان صريحا أو مجازا، كناية. نعم. يعني المجاز هو الكناية. نعم. إذا كان صريحا فيقع مباشرة دون حاجة إلى النية، مثل أنا طلقتك، أنت طالق، هذا لفظ صريح، فهذا يقع سواء كان قاصدا أو هازلا أو مازحا، يقع الطلاق بمجرد التلفظ بكلمة الطلاق ومشتقاتها. الطلاق الكناية يحتاج إلى نية، لا يقع إلا بنية، فإذا كانت نيته الطلاق فيقع. هذا بالنسبة للإنسان المتكلم. أما الأخرس، الأخرس إذا طلق لا يستطيع التحدث، فكيف يطلق؟ يطلق بالإشارة المفهومة. بقي عندنا الصورة التي ذكرتها الأخت في سؤالها، وهي الكتابة، أنه ذهب إلى الدائرة المختصة، الدائرة المدنية المختصة، فطلقها كتابة. وإذا كان لا يتقن اللغة التركية عند ذلك يجوز الطلاق كتابة، لكن بشرط النية. ونحن نقول هنا ذهابه إلى دائرة الأحوال المدنية مع واللجوء للقضاء والمحكمة وتوقيعه على ورقة الطلاق، هذا يثبت أنه يريد الطلاق. علما دكتور بأن المحاكم التركية يعني لديها تشدد في هذا الموضوع، أي أنها لا تقبل من الرجل أن يطلق بشكل مباشر، يلجأ للإصلاح في خطوة أولى، ثم يعني ربما يستمر موضوع الطلاق أكثر من سنة في المحاكم التركية. نعم، هذا يعني من باب الاحتياط. نعم، من باب الاحتياط. فهذا يدل أكثر على أنه أراد الطلاق. صحيح. فيقع الطلاق، وهي تكون يعني طلقت في هذه الحالة. وإذا أراد أن يتراجع فلا بد من رضا الزوجة إذا انتهت عدتها. إذا انتهت الزوجة عدتها وكانت طلقتها الأولى أو الثانية، لا بد من رضاها ومهر جديد وعقد جديد. وإذا كانت ما زالت في العدة فيستطيع أن يردها إلى عصمته دون مهر ودون عقد ودون حتى رضاها. فهنا الأخت تقول أنه لم يصرح بالطلاق، ونقول لها ذهابه إلى المحكمة وتوقيعه على ورقة الطلاق والشهود موجودين وموظف المحكمة موجود، يقع الطلاق. وإذا أردتم العودة هذا هو السبيل، إذا كان الطلقة الأولى أو الثانية فتستطيع أن تعودوا لبعضكما من جديد، وإذا كانت الطلقة الثالثة فقد أصبحت المرأة بائنة ولا يستطيع ردها، أن يراجعها إلا أن تتزوج غيرها. إلا أن تتزوج طبعا، ويكون الزواج حقيقي ويكون الفراق حقيقي بموت. صحيح. أو طلاق. صحيح. ثم يكون بينهما ليس كما ورد في حديث التيس المستعار. التيس المستعار هذا التحليل الذي الذي قال فيه النبي لعن الله المحلل والمحلل. نعم. له. فالتحليل الذي كان فاشيا عند الجهلة سابقا هذا محرم ولا يصح. إذن دكتور باختصار، طلاق المحكمة إن كان لم يطلق من قبل فيعتبر طلقة واحدة. طلقة واحدة. طلاق المحكمة كتابة بوجود الزوج والزوجة ومسؤول الطلاق، هذا يدل على أن الرجل أراد الطلاق حقيقة.
فيمضي فيقع الطلاق، لكنه يقع طلقة واحدة. يقع طلقة واحدة، فإذا كان هذا أول طلقة يستطيع أن يردها إلى عصمته ما دامت في العدة بدون مهر وبدون عقد وحتى بدون. أما إذا مضت أما إذا انتهت العدة عدة المرأة فتحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد ورضا الزوجة المطلقة. لا يحق أن يردها إلا برضاها وبعقد جديد وبمهر جديد. إذن الطلقة الرجعية بعد الأولى أو الثانية يستطيع ردها إلى عصمته ما دامت في فترة العدة بدون أي شيء. انتهت العدة الرجعية من الأولى أو الثانية تحتاج عقدا جديدا، إلى عقد جديد وإلى مهر جديد وإلى رضا الزوجة. جميل. إذا كانت بعد الطلقة الثالثة أصبحت بائنة ولا يستطيع ردها إلا إذا تزوجت زوجا حقيقيا، زواجا حقيقيا، وعاشت معه ثم صار بينهما خلاف وتطالقا وافترقا أو مات الرجل ثم انتهت عدتها بعد وفاة أو طلاق وأرادا أن يعيدا سيرتهما الأولى فلا بد من عقد جديد ومهر جديد ورضا جديد وشهود وهكذا. صحيح. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا وعن المشاهدين كل خير. للأسف ذهب من الوقت سريعا ولا تزال حقيقة في جعبتنا الكثير من الأسئلة. باسمكم مشاهدينا نشكر الدكتور علي الحاج علي دكتوراه في الفقه المقارن على حضوره معنا في هذه الحلقة. نذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال المنصات الظاهرة على الشاشة أمامكم. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسألوا أهل الذكر.